فقط مجرد خساره مباراه. طبعا للتذكير ان فريق تفرق زينه خسر هذه خسر طبعا لاول مره هذا الموسم طبعا في دوري هذا الموسم عموما. مدافعي فريق الوليد وان ينتبهوا من هذه الركنيه، هل هو هدف؟ ولكن الكره بعيده، القائم يرد ولكن الكره خارج ارضيه الميدان والى رميه التماس على الجهه اليسرى. كنترول من جانب اللاعب رقم 19 مره ثانيه، وتمرير وتسديده ولكن الكره بعيده والى ركنيه، ومحاوله المرور عرضيه وتمرير افضل من رايه عيني. الكره كنترول مره ثانيه، تمريره بينية، كنترول، تمرير وتسديد ولكن الكرة بايدة. يا سلام على الكرة رقم 6 لمطلعة فريق تفرق زينة، الا وهو بالا بلال وتسديدة ولكن والحارس يتدخل في الثانية الأخيرة. طبعا امتلاك الكرة ولكن الكرة لمصلحة فريق الساحل. هدف للساحل على عكس مجريات اللقاء، على عكس مجريات المباراة، فريق الساحل يفشر، فريق الساحل المغمور، فريق الساحل القادم من العاصمة الاقتصادية. الساحل علي بريك، شوفوا التسديدة، شوفوا الإبعاد، شوفوا المرتدات وكأنهم يلعبون. هل هناك هدف أم ماذا؟ سننتظر على الحارس أن ينتبه. وكرة، يا الله على كرة، والحكم يشير. إذا سيداتي يعني ساتي سادتي، الحكم مبارك يشير إلى نهاية الشوط المباراة الأول بالتعادل. الهدف هناك وهدف هنا لمصلعة تفرق زينة وكذلك للساحل. أرجو أنكم استمتعتم في قبل أن ألتقيكم طبعا في الشوط الثاني، ولا هناك تقبلوا تحياتي. دمبيو يمهد للتنفيذ التسديدة ولكن مرة ثانية كنترول حذري للكرة لبويدية لبويدية ولكن سهلة، ولكن تسديدة من جانب لاعب فريق تفرق زينة، اللاعب رقم 11 الإضافة. ولكن سننتظر الشيخ مباتا باليسارية ولكن تسديدة ولكن كانت ضعيفة. أربع دقائق كوقت بدل ضايع، ولكن الصورة المطلوبة بجانب اللاعب الرقم 26 اللاعب يسلم تغيير على الجهة اليمنى، يسلم، هل هناك هدف ثاني؟ هدف يا عيني، هدف ثاني من جانب اللاعب رقم 11، هدف كان موفق بالكامل عفوا. يسلم، شوفوا يسلم يا عيني، يسلم تغيير للشيخ، من يسلم الى الشيخ، ولكن كل هذا يحتسب للمدرب بانجا اكثر من اجل طبعا الاقتراب اكثر من الصداره. اذا سيداتي انساتي، الحكم المباراه مبارك صفر الى نهايه هذا اللقاء طبعا ضمن الجوله الثانيه عشره من المجموعه الثانيه طبعا بفوز نادي الساحل على نادي تفرق زينة الزعيم طبعا.